لليفربول ويكون محمد صلاح افضل لاعب بدنيا في بدايه الموسم مع ليفربول. كل التوفيق طبعا لنجمنا الكبير محمد صلاح. كمان عندنا ملف مهم جدا هنتكلم فيه مع حضراتكم، وهو ملف اتكلمنا الاسبوع اللي فات على تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم القادمه في 2026، وقد ايه النظام اتغير، وان شاء الله يعني مصر تكون موجوده في كاس العالم، ان عدد الفرق وصل ل 48 منتخب هيلعب في كاس العالم. ده ايجابي لكاس العالم ولا سلبي؟ التصفيات ماشيه ازاي؟ التصفيات الافريقيه ماشيه ازاي؟ وايه معنى الملحق العالمي اللي هيتعمل بالنسبه لبعض المنتخبات اللي ممكن تخرج في التصفيات الاوليه؟ الحقيقه ملف مهم جدا، الناس برضو مش فاهمه قوي نظام التصفيات الجديد. هنتابع التصفيات ده طبعا مع نجمنا النهارده الكبير يعني ناقد رياضي ايهاب الجنيدي، محضر لنا حاجات مهمه جدا جدا في هذا الملف وملفاتنا النهارده في المحترف. خلينا نبدا كالعاده مع نادينا الكبير النادي الاهلي. الحقيقه النادي الاهلي طبعا بعد الفوز الكبير على نادي المقاولين العرب 4-1، وكان النادي الاهلي لم يفز بالدوري لسه يعني، وكان الدوري لم يحسم. بنشوف حاله بدنيه عاليه جدا، بنشوف حاله ذهنيه عاليه جدا، بنشوف رغبه في الفوز والانتصار عالي جدا. ده خلي بالكم صعب يعني، ده صعب مع فريق اوريدي حسم الدوري بشكل كبير جدا، لكن امام فريق المقاولين الحقيقه النادي الاهلي بيقدم عرض اكتر من رائع، بيقدم نتيجه اكتر من رائعه، نتيجه متكرره يعني في المباراه اللي فاتت امام نادي الزمالك 4-1، وامام نادي المقاولين بنفس النتيجه 4-1. الحقيقه رغم كان في غيابات كتيره جدا يعني، امبارح بنتكلم على ظروف اصابات، بنتكلم على غياب يعني كبير جدا من اللعيبه، لكن خلينا نتكلم ان مارسيل كولر بيعمل روتيشن اكتر من رائع على مستوى طبعا الغيابات. كان عندنا تقريبا خط الدفاع كله غايب، عندنا محمد عبد المنعم كان غايب، ياسر ابراهيم، محمد هاني، علي معلول، محمود متولي، فانت بتتكلم على خط كامل. في خط النص كان عندنا غيابات عمرو السوليه لسه للاصابه، مروان عطيه، طبعا حمدي فتحي بعد انتقاله للدوري القطري، ده كمان خط وسط فرقه ثانيه. عندنا كمان في خط الهجوم يعني شادي حسين بجانب طبعا الاستبعاد الفني لايمن اشرف. خلينا نتكلم في المباراه الحقيقه، وخلي بالكم لسه عندنا غيابات يعني، ان شاء الله باذن الله رجع لنا اكرم توفيق وكريم فؤاد من الاصابه، لكن دايما بقول خلاص ثقافه الفوز عند النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيلعب بسيستم مهما تغير اللعيبه ومهما تغير الاسماء هو سيستم واحد. طريقه لعب الحقيقه مميزه جدا، التوازن الدفاعي والهجومي في اداء النادي الاهلي، مكاسب كتيره الحقيقه في مباراه نادي المقاولين، نتيجه كبيره 4-1، وكمان مكاسب على مستوى كل الخطوط الحقيقه يعني. بنتكلم على خط النص مثلا، عندنا يعني اكيد بنتكلم على كوكا لعيب مميز جدا، واحتفاليه جديده من احتفاليات طاهر محمد طاهر مع كهربا مع خالد مع بيرسي تاو، طبعا يعني كل دوت اجواء جميله جدا، واللعيبه بتحس انها الحياه بتستمتع بالكوره، بتستمتع بالمباراه. خلي بالكم ده مهم جدا في كره القدم، الاستمتاع بالمباراه واستمتاع بكره القدم، في شد عصبي وفي يعني في مجهود بدني بيتبذل، لكن لما النادي الاهلي بيقدم العروض القويه اللي بيقدمها الحقيقه، وبتلاقي في استمتاع بالمباراه، اللعيبه كلها بتستمتع بالمباراه وخلاص. زي ما قلت لحضراتكم هنا ويمكن اتكلمنا بشكل مباشر، مفيش حاجه اسمها دلوقتي في النادي الاهلي لعيب احتياطي ولعيب اساسي، ما تقدرش تقول الكلام ده دلوقتي. احنا عندنا سكواد كامل، مارسيل كولر تاني بيصيغ الموضوع بشكل اكتر من رائع. يمكن اثار نقطتين في المؤتمر الصحفي، النقطه الاولى تعامله مع اللعيبه، التعامل مع اللعيبه بشكل احترافي كبير، وبيقول لك انا في وقت الطبطبه، بمعنى يعني وقت الطبطبه ممكن اطبطب، ولكن في وقت الجد ووقت الحسم لازم بعنف اللعيبه بشكل كبير جدا. ده على مستوى التعامل الفردي. على مستوى التعامل الجماعي شايفين حضراتكم يعني الاداء النادي الاهلي خلال الفترات اللي فاتت بيقول ان في تعامل على المستوى الجماعي بشكل اكتر من رائع، لكن كمان زي ما بنتكلم على انه كمان رجل منظم جدا، منظم يعني. اتكلم في نقطة ان اللعيبة خلاص بقى، اللعيبة ترتاح، اللعيبة خلاص احنا خدنا الدوري، ريح بعض اللعيبة،
فهو الحقيقه منظم الجزئيه دي بشكل منظم جدا، ولكن عنده لسه في حلقه مفقوده وهو اتكلم عليها في قرار معين. القرار المعين ده الحقيقه ممكن يكون يعني اعلان بدايه اولا فتره الاعداد، الفتره اللي جايه هتبقى ازاي، البطوله كمان داخلين على الدوري الافريقي او السوبر الافريقي كمان هيكون ازاي، وبالتالي هو عايز يعرف بالظبط المواعيد، من خلال المواعيد بالظبط يقدر يدي راحات لبعض اللعيبه، وتكون الراحه دي كمان قد ايه، قد اسبوع، قد 10 ايام، قد 5 ايام، في لعيب محتاج راحه 4 ايام ويرجع، في لعيب تاني محتاج 5 ايام ويرجع. كل الامور ديت الحقيقه لو الناس شايفينها انها امور بسيطه، لكن امور مؤثره جدا جدا على مستوى الفريق، على مستوى الموسم يعني انتهاء الموسم ده، لان احنا يعني رغم حسمنا الدوري خلاص، ولكن الموسم مستمر، عندنا لسه بعض البطولات ان شاء الله تكون هذه البطولات في دولاب نادي الجزيره في النادي الاهلي. ولكن زي ما بقول لحضراتكم، كولر مع الجهاز المعاون زي ما حضراتكم شايفين دايما في مناقشات، دايما على المستوى التخطيط للخطوه اللي جايه هيكون ايه، على المستوى الاداري كابتن سيد بيتكلم معاه ازاي نحضر الفتره الجايه، على المستوى الاداري، على مستوى اللعيبه المصابه زي عمرو السوليه ربنا يرجعه بالسلامه خلاص اقترب من العوده، على زي ما حضراتكم شايفين كمان بعض اللعيبه يعني اللي لعب المباراه كامله ممكن جدا بياخد جزء من التدريب وبيعمل الريكفري بتاعه. الحقيقه المنظومه دايره بشكل اكتر من رائع، بشكل احترافي كبير جدا، عندنا ما شاء الله يعني الاربع حراس، هو طبعا الشناوي كان عنده اصابه خفيفه، ان شاء الله تكون اصابه بسيطه ويخد يمكن ياخد اجازه الفتره اللي جايه، لكن عندنا مصطفى شوبير، عندنا حمزه علاء، وعندنا كمان مخلوف، عندنا ثلاث حراس يعني ما شاء الله مستقبل النادي الاهلي يعني مطمئن بشكل كبير. وطبعا ما ننساش كمان ان عندنا عوده كمان ان شاء الله تكون حميده لاكرم توفيق وكريم فؤاد. فالحقيقه ملفات النادي الاهلي او ملف النادي الاهلي بالنسبه لكره القدم وخاصه الاستعداد للبطولات اللي جايه ماشي بشكل اكتر من رائع، و يعني هو ده سر النجاح النادي الاهلي الحقيقه، الاستقرار على مستوى الفني، العلاقه الجيده جدا جدا ما بين اللعيبه ومارسيل كولر، كمان الراجل كولر الحقيقه يعني ظابط الايقاع بشكل اكتر من رائع، عمليه المعادله الصعبه اللي كل بكلم حضراتكم عليها بالنسبه لاي مدير فني، انه خلاص كل اللعيبه اولا بتشارك بعدد من الدقائق معين، وده مهم جدا يكون عندك مشاركه لجميع اللاعبين، وده قاله كولر ان هو فخور بده، فخور انه قدر في الفتره اللي فاتت ان كل اللعيبه بتشترك بعدد دقائق هو شايف هو ده العدد الدقائق الانسب لكل لعيب، وبالتالي على الشغل الفردي ماشي بشكل اكتر من رائع، على المستوى الجماعي شايفين اي حد بينزل يعني كريستو بينزل بيعمل مباراه كويسه، كوكا الحقيقه كمان مكسب في وسط الملعب، ولد عنده امكانيات كويسه جدا جدا، ومع الخبرات مع المباريات هتلاقي عنصر مهم جدا. يعني عندنا كمان طاهر، محمد طاهر بيحرز هدفين، عودة الثقة مرة تانية، بتتكلم كمان محمد شريف بيحرز للمرة التانية على التوالي هدف، يمكن أول مرة بيحرز هدف برأسه ده كمان، كل دي حاجات إيجابية، كل دوت يعني بيزيد اللعيبة حماس، وبقى في تنافس شريف داخل الملعب بشكل كبير جدا، والكل بيستعد طبعا زي ما بقول لحضراتكم الموسم لم ينتهي، عندنا بطولة مهمة جدا، بطولة طبعا الدوري الأفريقي، كل التوفيق لفرقتنا النادي الأهلي الحقيقة، ومزيد ان شاء الله من الانتصارات. النهارده كمان زي ما بقول لحضراتكم هنتكلم على سوق الانتقالات.